عندنا بطولة العظماء في السكواش بتتلعب هنا في مصر، عندنا اتنين بنات وصلوا لنهائي السيدات، وعندنا مصطفى عسل وصل لنهائي الرجال. حاجة رائعة جدا. نوران جوهر مصنفة رقم واحد على العالم، نور الشربيني مصنفة التانية على العالم، الاتنين وصلوا نهائي بطولة العظماء في السكواش. خلاص النهائي ما بينهم، نوران جوهر ونور الشربيني رقم واحد على العالم ورقم اتنين. وفي الرجال مصطفى عسل وصل النهائي. حاجة جميلة جدا. يعني حتى الماتشات اللي هي في الدور قبل النهائي نوران جوهر كسبت هانيا الحماني اللاعبة المصرية، ونور الشربيني كسبت الأمريكية أماندا صبحي. فكده نور الشربيني ونوران جوهر في نهائي بطولة العظماء في السكواش، والناحية التانية مصطفى عسل وصل النهائي وكان كسب زميله علي فرج برضو المصنف الأول على العالم 2-0. فعندنا ثلاث لاعبين مصريين، اتنين بنات او اتنين سيدات، نور الشربيني ونوران جوهر هيلعبوا على النهائي، وعندنا مصطفى عسل هيلعب على النهائي بالنسبة للرجال. حاجة جميلة جدا جدا. عندنا زي ما قلت لكم ألعاب يعني غير كرة القدم بتحقق حاجات عالمية. أنا خلي بالكم مش بتكلم في حاجة قارية مثلا على مستوى أفريقيا، لا أنا بتكلم على مستوى العالم. فريدة عثمان في السباحة على مستوى العالم، وفي الإسكواش على مستوى العالم اللي أنتم شايفينهم. طبعا دي مباراة نوران جوهر، أو دي بتاعت نور الشربيني أعتقد وأماندا صبحي اللاعبة الأمريكية. وكده نوران جوهر ونور الشربيني في النهائي بطولة العظماء، ومصطفى عسل في النهائي برضو بالنسبة للرجال. دول خبرين في الأول كانوا مهمين جدا بالنسبة لي وبالنسبة للرياضة في مصر. عشان الرياضة تتقدم في مصر لازم في كل الألعاب الرياضية، احنا لما نروح نلعب أولمبياد تبقى في ألعاب رياضية كتير غير كرة القدم. فلازم يعني أنا شايف في اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية متمثلة في اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بنجومنا، وعايزين اهتمام أكبر. شايف في سبونسرز بالنسبة للاعبين الواعدين لسه في رفع الأثقال في بطولة العالم للناشئين، واخدين ميداليات ذهبية، رباعين مصريين ورباعات مصريات في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات. حاجة رائعة. فعندنا أبطال كتير، ومزيد من الاهتمام والإصرار هيحققوا ميداليات أولمبية وعالمية إن شاء الله. طيب هنخرج من فريدة عثمان ونخرج من نوران جوهر ونور الشربيني في السكواش ومصطفى عسل، ونخش في الكورة.